مع نهاية عام 2013 وبعد 6 سنوات كانت البداية. بعدما آلت ملكية شركة جبل حفيد لمقاولات البناء إلى المهندس محمد ماجد، حيث باشر بإعادة هيكلتها وتأسيسها من جديد بعد أن كانت من الشركات المغمورة والغير فاعلة لعدة سنوات سابقة. وبدأ عهد جديد، وفي أقل من 3 سنوات قفزت الشركة بإدارتها الجديدة قفزة نوعية، حيث انتقلت في تصنيفها من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى. لم تأتي هذه القفزة بمحض الصدفة ولا بضربة حظ، وإنما بالتركيز والإصرار وتقديم الأفضل دوماً. وأثنت على ذلك بلدية الشارقة، وذلك ضمن المقاييس والالتزام والإبداع الذي انتهجته شركة جبل حفيد لمقاولات البناء في استراتيجيتها في تنفيذ المشاريع. وصرحت بلدية الشارقة بأن شركة جبل حفيد لمقاولات البناء تستحق للفئة الأولى وبجدارة. يتم البدء بتجهيز الموقع من قبل شركة جبل حفيد لمقاولات البناء ضمن أعلى المواصفات والمعايير لضمان اعتمادها من الاستشاريون والملاك، كما تهتم بتأمين وسائل الأمان والسلامة على الدوام مهما كان ذلك مكلفاً، وتهتم أيضاً بمتابعة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا معدات ومواد البناء التي تعطي جودة وسرعة عالية. فهنالك أمثلة عديدة على ذلك، حيث استخدمت شركة جبل حفيد لمقاولات البناء الطابوق الأبيض الخفيف في جميع أبنيتها، كما تستخدم الخلطات الجاهزة لأعمال البلاستر باستخدام مكائن رش خاصة لضمان مقاومة البلاستر وتوزيعه بالتساوي. وباشرت الشركة باستخدام الخرسانة ذاتية الرج لجميع الأعمدة الخرسانية في جميع المواقع. رؤيتنا بأن نكون جبل حفيد لمقاولات البناء في مصاف الشركات الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة. الجودة والأمان هو شعار شركة جبل حفيد لمقاولات البناء.